أيوة. ده الجهد العصبي والذهني بيوصل لمرحله صعبه جدا. فانت بتلعب ضد الطبيعه البشريه، الطبيعه البشريه البدنيه والنفسيه. وبعدين الجزء الثاني، انت بتنتقل من مناخ في ظل 20 يوم شهر، بتيجي من درجه حراره 15 ل 45 مع 12 ساعه سفر، مع ملاعب، مع كل الفرق اللي في البطوله الافريقيه، مع رغم ان عندهم اضاءه وما عندهم بس بيلعبوا الساعه 3. احنا حضرتك يلعبك الساعه 3 في المريخ، السودان كل ماتشاتها بالليل، يروح واخدك الساعه 3. وبعدين كل العوامل ديت، الى جانب طبعا في جهد تاني اخر، وهو المنافس هو بيلعبك دايما. النادي الاهلي حطه في 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 خانه ان الماتش ده انا بالنسبه لي يعني قمه العطاء بتاعي. ايوه. وهتبص تلاقي بعد ماتش الاهلي يجر بقى، احنا شفنا بعض الفرق اللي هي يعني اللي تعادل مع الاهلي ثلاث اربع ماتشات بس ده بتشوفه على يعني الفتره على طول. ليه؟ لانه انا زي ما حضرتك بتقول، انا اقصده ايه يا كابتن؟ انك بتبذل اقصى جهد عندك قدام النادي الاهلي، وبعدين الدنيا بترجع منك شويه. وبعدين برضو من ضمن الحاجات السفر وال 12 ساعه في الطياره والاخر، بتيجي تاني عوامل اخرى وهي عدم انتظام الجدول. الجدول لما بيجي يتحط المفروض يبقى فيه تكافؤ من الفرص. فانت المفروض ان انت في النادي الاهلي بتمثل مصر، فانت الناس القائمين سواء اللجنه الخماسيه او اللجنه الثلاثيه يبقى فيه نوع من تكافؤ الفرص. فانت الاحصائيات اللي هي معموله تبص تلاقي ست ماتشات الفاصل بينهم 48 ساعه متتاليه. مظبوط. ما فيهاش اوقات، وبعدين 14 مباراه 72 ساعه بما فيهم سفر. انت عارف يا كابتن الاسبوع اللي فات ده اللعيبه راحت فين؟ جايه من اسكندريه على السويس على الجونه في اسبوع. يعني انت كنت في السويس، في اسكندريه بتلعب المصري، وبعدين الطلائع في السويس، وبعدين رايح الجونه، او راحوا الولاد الحمد لله النهارده، وترجع على ماتش هنا في مصر. فانت عارف زي ما يكون واحد بيعذبك. انت بتعذبني ليه؟ ده انا مصري، ده انا النادي الاهلي، ده انا اللي بجيب لك بطولات، ده انا اللي بفرح الشعب المصري. هو انت يعني اللي انت بتعمله ده ليه؟ وبعدين الجزء الاهم، وانا برضو ضد مقوله ويعذروني يعني ان اللعيبه ان هناك سلبيات. انهي سلبيات؟ طب انت كمدير فني حط نفسك مكان موسيماني ومع الجهاز الفني، وحط نفسك مع اللعيبه. لو في لعيب بيلعب 90 ماتش، دي كابتن اسلام دي جريمه، لان دي ممكن جدا مع الضغط ده بيأثر على النواحي الفسيولوجيه بالنسبه لجسم البني ادم. فما فيش بني ادم على الاطلاق ممكن يتحمل هذا الجهد البدني والنفسي.